بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند المصادر المعتبرة للمعرفة التي ذكرها الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى، وكنا بدأنا في المصدر الثالث وهو مصدر النظر العقلي أو مصدر العقل، يعني قد يعبر عن هذا المصدر بالتعبيرين أو بنحوهما مما يفيدانه، فلا نقف عند الألفاظ ولكن الذي يهمنا هو المعاني. قال الإمام الماتريدي رحمه الله: الآن بعد أن أسس للعقل كمصدر من مصادر المعرفة، الآن سيعرج على أحوال منكري النظر العقلي ويبين تناقضهم، وهذا هو منهج الإمام الماتريدي هنا في تأسيسه للمصادر المعرفية، حيث يقوم بدورين متوازيين. الدور الأول دور إيجابي في إثبات هذه المصادر المعرفية والتأسيس لها. الدور الثاني الموازي له دور سلبي، بمعنى أنه يسلب عن خصومه حججهم، أو بمعنى أنه ينفي عما أسسه الشبهات. فها هنا يذكر تناقض منكري النظر العقلي، فيقول: مع ما ليس لمن ينكر النظر على دفعه دليل سوى النظر، أي أن الذي ينكر العقل كمصدر من مصادر المعرفة كيف سينكره؟ كيف سينكره؟ سينكره باستخدام النظر العقلي، يعني سيقول لك: النظر العقلي ليس من المصادر المعرفية لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فماذا حدث هنا؟ الذي حدث هنا أنه تناقض، حيث أنكر النظر العقلي بالنظر العقلي. تمام. والتناقض علامة الباطل، والتناقض علامة الباطل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مع ما ليس لمن ينكر النظر على دفعه دليل سوى النظر. لماذا ليس عنده دليل سوى النظر؟ لأنك لا يمكنك أن تدفع النظر العقلي بالحس. كيف تدفع حجة عقلية بالحس؟ كيف تبطل حجة بالحس؟ إلا إذا تجسدت هذه الحجة ثم أنكرت أيضا وجودها. ثم كيف تنكر حجة عقلية بالخبر؟ كيف تنكر حجة عقلية بالخبر؟ وكلاهما الحس والخبر حتى وإن توفر في إنكار النظر العقلي فإنك تحتاج في إثباتهما إلى النظر العقلي. يعني إن افترضنا أنك أتيت بدليل حسي على إبطال النظر العقلي، هذا الدليل الحسي لا يعمل فيه الحس وحده كما قلنا قبل ذلك، وإنما يشترك الحس والعقل في تحصيل المعرفة، فالحواس هي منافذ العقل على المعرفة كما قلنا. فالحواس لا تعمل وحدها، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العقل حتى تحلل المعلومات وحتى تنقد المعلومات وكذا. أيضا الخبر، لو افترضنا أن منكر النظر العقلي أتى بدليل خبري، كيف ثبت عنده هذا الخبر؟ ثبت عنده بالنظر العقلي، ولا يمكن أن يكون ثبت عنده الخبر بالخبر، وإلا يتسلسل الأمر والتسلسل باطل. فإذا الدليل الحسي يرجع إلى نظر عقلي أو يحتاج إلى النظر العقلي، الخبر يحتاج إلى النظر العقلي، ومن ثم فالنظر العقلي هو أقوى الأدلة،
من حيث دخوله في كل الأدلة التي ذكرناها. كذلك لا يمكن إنكار النظر العقلي بالإلهام أو بالقائف أو بالقرعة، لأن كل ذلك مما ينكره الخصم. لأنك إذا قلت أنا أنكر النظر العقلي بالإلهام، سيقول لك وأنا أثبته بالإلهام وهكذا. فإذا يقول مع ما ليس لمن ينكر النظر على دفعه دليل سوى النظر، يعني سيرجع في نهاية أمره إلى النظر العقلي، وإذا رجع إلى النظر العقلي تناقض، فكان عين استدلاله على حجته في إبطال النظر دليل على بطلان حجته. عين استدلاله لإبطال حجتك هو عين استدلاله لإبطال حجة نفسه، تمام؟ مع ما ليس لمن ينكر النظر على دفعه دليل سوى النظر، فدل ذلك على لزوم النظر بما به دفعه. بما به دفعه أي أنك لن تستطيع أن تدفع النظر إلا بالنظر، فدفعك للنظر يكون في الوقت نفسه إثبات للنظر. طيب، ثم يقول مع ما لا بد من معرفة ما في الخلق من حكمة. سيسرد علينا الآن الحاجة إلى النظر العقلي، وهذه الحاجات التي سيذكرها يستعملها ويستخدمها ويوظفها مثبت النظر ومنكر النظر. يقول مع ما لا بد من معرفة ما في الخلق من الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أي أننا نتعرف على ما في هذا الكون من إبداع صنع الحكيم سبحانه وتعالى ووضعه كل شيء في موضعه بالنظر، إذ لا يجوز فعل مثله عبثا. يعني أنت الآن عندما ترى حجرتك مرتبة تقول من رتبها إذا لم تكن أنت الذي رتبتها؟ فهل يمكن للإنسان أن يقول إن هذا النظام البديع الذي في الكون وجد عبثا؟ لا يمكن. كيف سيدرك الإنسان ألا عبث وأن الكون يسير في نظام بالعقل؟ إذ لا يجوز فعل مثله عبثا، وما فيه من الدلالة أو الدلالة على من أنشأه، أي أننا سنتعرف على نظام الكون وما فيه من الحكمة، ودلالة هذا النظام على من أنشأه من حيث الصفات ومن حيث الأسماء ومن حيث الأفعال من خلال النظر العقلي، أو على كونه بنفسه أو حدث أو قدم. يا سلام، يعني أنت الآن حتى تقول إن هذا الكون له خالق نظم أموره، هذا الكون منتظم تتصل فيه منافع السماء بمنافع الأرض، إذا قلت ذلك أنت الآن تستخدم النظر العقلي. طيب إذا أنكرت ذلك، يعني إذا قلت لي لا، هذا الكون فيه العبث، هذا الكون كل شيء فيه صدفة، هذا الكون غير منتظم كما تقول، وأردت إبطال دليل النظام الذي يسميه الماتريدي في تفسيره دليل اتصال المنافع، ستفعل ذلك بالنظر العقلي. إذن مثبت النظام يستخدم النظر، ومنكر النظام يستخدم ماذا؟ النظر. طيب كذلك، أو على كونه بنفسه، يعني سواء قلت للكون خالق
أو الكون وجد بنفسه، فأنت تحتاج إلى أن تثبت ذلك بالنظر العقلي، أو حدث أو قدم، سواء قلت الكون قديم لا بداية له، فأنت تحتاج إلى أن تثبت ذلك بالنظر العقلي لمن يقول بحدوثه. طيب قلت بحدوث العالم، تحتاج إلى أن تثبت ذلك بالنظر العقلي لمن يقول بقدمه. إذن الكل، الكل، من يثبت الإله ومن ينكره، من يقول بدليل النظام ومن ينكره، من يقول بقدم العالم أو حدوثه، الكل يحتاج إلى دليل النظر العقلي، لأن الكل لن يفعل ذلك إلا بالنظر العقلي. وكل ذلك، يقول هنا، يصرح بهذا، وكل ذلك مما لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظر. وكل ذلك ما لا سبيل إلى العلم به إلا بماذا؟ إلا بالنظر. طيب، على أن البشر، هذه فقرة أخرى. إذن في الفقرة الأولى، في الفقرة الأولى بيّن الماتريدي تناقض من ينكر الخبر بأنه لا يمكنه دفعه إلا من ينكر النظر بأنه لا يمكن دفعه إلا بالنظر، ثم بيّن أن الكل من المختلفين في الأمور الرئيسية في العقائد والأديان، حدوث العالم وقدمه، وجود الخالق وعدمه، إلى آخره، كلهم يحتاج إلى النظر العقلي. الآن يدخل في فقرة جديدة يقول فيها: على أن البشر خص بملك تدبير الخلائق والمحنة فيها. كلمة المحنة من الكلمات التي يكثر الإمام الماتريدي استخدامها ها هنا في كتاب التوحيد وفي تأويلات القرآن، وهذه الكلمة غالبا يقصد بها الماتريدي التكليف، التكليف، نعم، أو الامتحان. على أن البشر خص بملك تدبير الخلائق والمحنة فيها، يعني والتكليف بالتعامل مع الخلائق من إنس وجن، من إنس وحيوان وجماد ونحو ذلك. سخر الله، أو الإنسان إذا قلنا، يعني إذا كنت مؤمنا ستقول سخر الله الكون للإنسان، إذا لم تكن مؤمنا ستقول الإنسان هو أرقى المخلوقات بحيث استطاع أن يسخر الكون لنفسه أو لمصالحه. طيب، إذن يقول: على أن البشر خص بملك تدبير الخلائق والمحنة فيها، يعني والامتحان بها والابتلاء بها، وطلب الأصلح لهم في العقول. البشر خص بطلب الأصلح أيضا، يبقى خص بملك تدبير الخلائق وامتحن في ذلك، وخص بطلب الأصلح لهم، يعني الله عز وجل وضع فيك إمكانية أن تبحث عن صالحك، عما فيه مصلحتك، وطلب الأصلح لهم في العقول، يعني الله وضع ذلك، وضع ذلك فينا، وهذا نعرفه بالعقول، أو وضعه في العقول التي بها نعرف ذلك، وطلب الأصلح لهم في العقول واختيار المحاسن في ذلك. يعني أمور التدبير، أمور طلب المصالح، فيها محاسن وفيها مساوئ، يعني قد يدبر الإنسان شيئا فيكون سيئا، وقد يدبر الإنسان شيئا فيكون حسنا، قد يطلب الإنسان مصلحته فتكون حسنة أو تكون قبيحة، وهكذا، أو الوسائل، يعني سواء في الوسائل أو في الغايات تكون حسنة أو قبيحة، وفي كل الأمور وفي كل الأحوال الإنسان مطالب بتحصيل المحاسن واتقاء ضدها. طيب، يقول: وطلب الأصلح لهم في العقول واختيار المحاسن في ذلك واتقاء مضادة ذلك. الإشارة لإيه؟
وطلب الأصلح لهم واختيار المحاسن في ذلك، يعني في مسألة التدبير وطلب الأصلح، واتقاء مضادة ذلك، يعني مضادة المحاسن، مضادة ماذا؟ المحاسن، أو مضادة التدبير، يحتمل مضادة التدبير الحسن برضو، يعني لا بد من تقدير الحسن لأن هذا هو الذي يتقى. طيب، يبقى واتقاء مضادة ذلك أي اختيار ماذا؟ أي اختيار المحاسن، أي اختيار المحاسن. طيب، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا باستعمال العقول بالنظر في الأشياء. يبقى هو هنا قال إن البشر خصوا بهذه الأمور، وهذه الأمور جميعا لا تعلم إلا بالعقل. هو الآن ما زال يؤكد على أهمية العقل. طيب، ما هو الإمام الماتريدي كان قبل ذلك أسس للنظر العقلي، فلماذا عاد الآن في هذه الفقرات وأعاد الأدلة؟ هل يعيد الأدلة العقلية هنا؟ أعتقد أن الإمام الماتريدي رحمه الله هنا ما زال يتحدث إلى المنكرين، ما زال يتحدث إلى المنكرين، يعني كلامه الأول الذي أسس به النظر العقلي لم يكن بملاحظة المنكرين. هنا أدلته التي يسوقها هي بملاحظة المنكرين، فهو يورد لهم أمورا من معهودهم، فهم يدبرون أمورهم، هم يختارون ما يصلح لهم بقدر ما يستطيعون، هم يبحثون عن المحاسن ويتجنبون المساوئ والمقابح، فهمت؟ فالكل يفعل ذلك، المنكر وغير المنكر. ثم قال: على أن مفزع الكل عند النوائب واعتراض الشبه إلى النظر في ذلك والتأمل. إذن الكل المنكر وغير المنكر عند النوائب، عند نزول الأمور الصعبة التي يحتاج فيها إلى أخذ قرار، ما يلتبس أمره على الإنسان. يعني النوائب هنا ليست المصائب فقط، ولكن سائر ما يلتبس على الإنسان في أمر معاشه أو في أمر دنياه. هذا الذي يلتبس على الإنسان في أمر معاشه وغير ذلك لا بد من أخذ قرار. يعني الآن مثلا أسافر أو لا أسافر، الجو برد أو حار، هل أرتدي ماذا؟ كل هذا ماذا يفعل فيه الإنسان؟ إذن الإنسان الآن يأخذ قراراته يفزع إلى ماذا؟ عند النوائب، إلى العقل، إلى النظر العقلي. واعتراض الشبه أي فيما يعرض للإنسان مما يحتاج إلى نظر وإبداء رأي. الإنسان أيضا يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى العقل، يلجأ إلى النظر العقلي. طيب، إلى النظر واعتراض الشبه إلى النظر في ذلك. ذلك أي ماذا المراد بذلك؟ ذلك يعني يلجأ إلى النظر عند النوائب وعند اعتراض الشبه. والتأمل، فدل أنه يدل على الحقائق، أنه يعني النظر العقلي يدل على الحقائق، يعني مصدر معرفي يمكن أن يؤخذ منه المعرفة، ويمكن أن يبني عليه الإنسان حكما. لماذا؟ لأن الكل يستخدمه، وأنت يا من تنكر النظر العقلي تستخدمه في يومك وليلك، في قراراتك، في معاشك، في أمورك، في فكرك، في ملابسك، في حياتك، في علاقاتك مع الناس، فأنت تستخدمه. أنه يدل على الحقائق ويوصل به إليها. كأن يعني الإمام الماتريدي هنا يقول أن الكل يلجأ إلى النظر العقلي
عندما تشتبه عليه الأمور، وعندما يجد ما يدعوه إلى التأمل والنظر، فكأن اللجوء إلى النظر العقلي فطرة فطر الله الناس عليها، يلجأ إليها الإنسان عند الحاجة. طيب، أنه يدل على الحقائق ويوصل به إليها على نحو الفزع عند اشتباه اللون إلى البصر والصوت إلى السمع. نعم، يا سلام، انظر إلى هذا التشبيه البليغ. ودائما في التشبيه أو في ضرب الأمثلة نستخدم الأمر الواضح لنقرب به غير الواضح. الآن عندما يشتبه علي لون من الألوان، ماذا أفعل؟ أي أحدق النظر. طيب، عندما يشتبه علي صوت، هل هذا صوت ابني الكبير أو ابني الصغير؟ أرهف سمعي. إذن ماذا يفعل الإنسان؟ يفزع عند اشتباه الألوان إلى البصر وعند اشتباه الأصوات إلى السمع، فكذلك يلجأ الإنسان عند اشتباه المعاني والتباس الأمور عليه إلى العقل، لأن العقل هو الأداة التي بها يرفع الاشتباه هنا، كما أن السمع والبصر هو الأداة التي يرفع بها الاشتباه هناك. والله الإمام الماتريدي بيجيب أدلة لا تخطر على البال. قال: وكذا كل شيء إلى الحاسة التي بها دركها. يا سلام، هذه الكلمة تشبه ما قاله الصابوني في مقدمة كتابه البداية، بعدما عرض أيضا مصادر المعرفة وأسباب المعرفة، قال بعد ذكر الحواس: ويعلم بكل حاسة، ويعلم بكل حاسة ما، ويعلم بكل حاسة ما تعمل فيه إذا استخدمت فيه. يعني العبارة الآن غابت عن ذهني، أنا كنت أحفظها سبحان الله. يعني هو الآن يريد أن يقول إن كل حاسة تختص بنوع من المعرفة، ويعلم بكل حاسة ما تختص به إذا استعملت فيه. نعم، هذه، ويعلم بكل حاسة ما تختص به إذا استعملت فيه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه ليس معنى قولنا أن البصر من مصادر المعرفة أنك يمكن أن تعلم بالبصر كل شيء، بل تعلم بالبصر المعارف التي يمكن أن تعلم بالبصر، أي المبصرات. يعني مثلا إذا عرضت عليك مثلا ناعم وخشن، وقلت لك أريد أن أعرف هل هذا ناعم أو خشن، تمام؟ بما يعرف هذا؟ باللمس، هذه وسيلته. لا يمكنك أن تعرف ذلك بالذوق أو بالشم أو بالسمع. لماذا؟ لأن ليست هذه خاصة هذه الحاسة، فهمت؟ لذلك يقول: ويعلم بكل حاسة ما تختص به إذا استعملت فيه. طيب، إذا لم تستعمل فيه لا يعلم بها شيء. إذا لم تستعمل فيه لا يعلم بها شيء. يعني إذا حاولت أن تعرف لون الحائط من شمه لن تستطيع. يعني إذا أغمضت عينك وقال لك: ما لون المكتب؟ ما لون الحائط؟ ثم حاولت أن تضع أذنك أو تشم أو تتذوق لن تستطيع. إذن كما أن الأمر كذلك في المحسوسات في الحواس، حيث نستخدم مع كل حاسة ما يناسبها، كذلك نستخدم كل مصدر معرفي مع ما يناسبه. فالحواس تستخدم لعالم الشهادة، للطبيعيات في الغالب. العقل يستخدم مع المجردات،
المعاني والأرقام ونحو ذلك. الخبر يستخدم مع التاريخ والقصص. إذن كل مصدر معرفي له ما يخصه. يقول ما تريد هنا: وكذا كل شيء إلى الحاسة التي بها دركها. إذن كما أننا نعلم اللون بالبصر والسمع بالصوت، نعلم المعاني والحقائق بالعقل. فمثله النظر، ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.